ماتش جميل ولعيبه مستقبلها كويس والنتيجه حلوه، وان شاء الله ان شاء الله تاهلنا والحمد لله. يعني الحقيقه احنا سعداء، ومن زمان بقالنا سنين ما شفناش واستمتعنا باداء مميز زي ده، يعني عوضنا عن المنتخب الاول بكتير جدا. يعني الحمد لله والله العظيم ان احنا كسبنا، والله العظيم انا فرحان جدا جدا جدا. مبروك لمنتخب مصر على الماتش الحلو اللي عملوه النهارده، ويعني ربنا يوصلهم في النهائي بقى. نشكر اللي هو اللعيبه على المجهود اللي عملته وشوقي اللي هو غريب، ونشكر اللي هو الجمهور اللي هو العظيم اللي وقف جنب اللي هو المنتخب. منتخب اداء ممتاز الشوط الثاني، الشوط الاولاني بصراحه هم جنوب افريقيا الشوط الاولاني كان ليهم، الشوط الثاني كان لمصر، وفي نفس الوقت ان هم عملوا نتيجة كويسة. بجد رجالة بجد، يا رب يتعلموا بس المنتخب الكبير منهم والله بصراحة. حقيقة يعني وأداء مشرف وحاجة تفرح بجد. أنا أقول لهم ألف ألف مبروك، وألف ألف مبروك لمصر، وبصراحة كان مجهود كبير جدا، والفرقة فعلا كانت كبيرة قوي اللي قصادهم. يعني المنتخب أداؤه كويس، يمكن إحنا مش أحسن لعيبة في البطولة، بس هم برجولتهم يعني عارف ان هم يلعبوا كويس ويمشوا الماتشات. يعني في الاول اول ماتش كنا وحشين، بعد كده ابتدينا نتحسن، بعد كده ثالث ماتش كنا احسن حاجه، ودلوقتي زي ما انت شايف هي نتيجه 3-0. الف مبروك لمنتخب مصر، ومبروك للكابتن شوقي غريب، مدرب محترم، وننتظر منه نتائج ان شاء الله محترمه الفتره اللي جايه.